معلش خليني اقف هنا عند النقطه دي واسالك سؤال هل دعم الشيخ احمد الطيب ساعتها والازهر ومؤسسه الازهر في ذلك الوقت دعم لخطاب الفريق اول عبد الفتاح السيسي في ذلك الوقت اضعف من حجه الاخوان المتمثله في الدين الاسلامي وكانوا ساعتها بيقولوا ان يعني حجتهم كانت الاسلام في ذلك الوقت. هو مشهد او بيان ثلاثه سبعه كان مشهد ديمقراطي لانه كان بيمثل كل رموز النخبه المصريه <متحن> سواء على مستوى الكنيسه على مستوى التيار ال ال يعني المؤسسه الازهريه على مستوى حتى الاحزاب والقوى السياسيه وعايز اقول لك ان حتى في دعوه وجهت الى يعني محمد سعد الكتتني باعتباره ان هو رئيس حزب الحريه والعداله <متحن> لان البيان حتى صدر انه لا اقصاء لاحد حقيقي فدي دي جزئيه مهمه جدا ان البيان مصادر لم يعني ياخذ ما خدش قرار او ما خدش موقف مسبق من جماعه الاخوان هو بالعكس هو بيتعامل ان الجميع على مائده واحده وان مصلحه الدوله المصريه فوق اي اعتبار وان تعالوا شاركوا معنا والمساله كلها احنا هنحتكم للشارع ونشوف الشارع يعني اجراء انتخابات رئاسيه مبكره واعاده انتخاب البرلمان وإعادة ترتيب المشهد وفقا لمفاهيم الدولة الوطنية والالتزام بالمعادلة السياسية الحاكمة للدولة المصرية على مدار التاريخ طبعا الإخوان يعني خدوا المشهد في سكة تانية مسألة بقى أن وجود الدكتور أحمد الطيب طبعا يعني هي جماعه الاخوان طول الوقت كانت بتسعى انها تسيطر على مؤسسه الازهر عشان تحول هذه المؤسسه الدعويه العالميه الى مجرد يعني رقم او ايقونه في خطاب التنظيم الدولي الا انها فشلت وده حتى تعبير عن ان ما تفعله جماعه الاخوان خروجا عن الـ الـ يعني الاطار الديني الوسطي المعتدل ودايما الازهر احنا دايما بنقول ان هو مؤسسه وسطيه معتدله هي يعني مؤسسه اشعريه بتميل للمذهب الاشعري اكثر بتحترم الضوابط الدولة المصرية على مدار التاريخ لها دور وطني يعني الأظهر الشريف طول الوقت له دور وطني وجود الدكتور أحمد الطيب الطيب في هذا المشهد هو جزء من يعني بنسميه من كده الديمقراطية المشهد اللي كانت موجودة دون إقصاء أحد